الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة الصوم وارتباط الصوم بالتوبة، والتوبة معناها ترك الخطية، أحب أقول إن خطورة التوبة في ثلاثة أمور. خطورة التوبة في ثلاثة أمور: أول حاجة إن الخطية ضد الله، هي خطية ضد الله. وتاني حاجة أن الخطية يحملها المسيح لكي يفدينا من عقوبتها. وتالت حاجة أن الخطية نجاسة للإنسان. أما كون أن الخطية ضد الله، فكما نقول في المزمور 50: إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. وكما قال يوسف الصديق: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فالخطية ضد الله لأنها عصيان لله، عدم طاعة لله. والخطية ضد الله لأنها مقاومة للروح القدس الذي يعمل في القلب، وتفضيل محبة العالم على محبة الله. ما دام الخطية ضد الله، إذن هي مسألة خطرة ومش سهلة. كمان الخطية دي، كل خطية بنعملها هيحملها السيد المسيح لكي يمحوها، وهذا واضح مما ورد في أشعياء النبي إصحاح 53: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، على المسيح، اسم جميعنا. وكما قيل في الإنجيل إنه يحمل خطايا العالم كله، أو يرفع خطايا العالم كله. إذن كل خطية أنت بتخطيها كأنك بتشيلها للمسيح، كأنك بتضع على المسيح هذه الخطية، كأن الكأس الذي يشربه فيه قطرات مرة من خطاياك. يبقى المسألة خطيرة بهذا الشكل، وبخاصة ونحن نقترب حاليا من أسبوع الآلام. والخطية من خطورتها أيضا إنها نجاسة، وليست النجاسة فقط الزنا والفسق والحاجات دي، بل حتى الكلمة السيئة التي تخرج من الفم هي نجاسة. كما قال السيد المسيح: ليس ما يدخل الفم من الأطعمة ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. وكما قيل في رسالة معلمنا يعقوب: إن اللسان بينجس الجسد كله، مجرد خطية لسان.
ولذلك في العهد القديم نرى في الذبائح لأنها عن خطايا الناس، يقول عن خطاياهم وكل نجاساتهم، كل نجاساتهم، حتى اللي بيكسر يوم الرب يقول الكتاب نجسوا ثبوتي، يعني نجسوا يوم الرب بالعمل فيه. يبقى الخطية إذن خطيرة ضد الله، ويحملها المسيح عنا في توبتنا، وأيضا الخطية نجسة. ما دام الأمر هكذا، إذا نبحث كيف تمحى هذه الخطية حتى لا نحاسب عنها. الخطية تمحى بالتوبة، كما يقول الكتاب توبوا فتمحى خطاياكم، وكما يقول عن التوبة في محو الخطايا إني لا أعود أذكرها ولا تحسب عليكم، وبخاصة كما ورد في سفر حزقيال إصحاح 18. يبقى مفروض ونحن في هذه الفترة المقدسة إن احنا نتكلم عن محو الخطية بالتوبة، ودليل التوبة الاعتراف بالخطية. الاعتراف بالخطية دليل على التوبة. والاعتراف بالخطية على أربعة أنواع. الاعتراف بالخطية إيه؟ على أربعة أنواع. نوع منهم الاعتراف على الله مباشرة في الصلاة، زي ما بتقول له إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، وكما تعترف بذنوبك في صلواتك أمام ربنا. والنوع الثاني الاعتراف على الأب الكاهن لكي يعطيك الحل بالتناول، ولكي يعطيك الإرشاد في ترك الخطية. والنوع الثالث انك تعترف على الشخص الذي اذنبت اليه وتقول له انا اخطيت في حقك سامحني. عشان كده المسيح لما سأل بطرس كم مرة نغفر، اغفر لاخي، قال له وان تاب اليك اغفر له. يعني لو رجع وقال لك انا اخطيت تغفر لك. ولذلك قال قبل التناول تذهب أولا وتصطلح مع أخيك. أما النوع الرابع من الاعتراف، وهو أهم من كل ما قلناه، أقصد من ناحية أنه يسبق كل ما قلناه، وهو اعتراف الإنسان بينه وبين نفسه في داخل نفسه أنه أخطأ. لأن لو ما اعترفش بينه وبين نفسه أنه أخطأ، لا هيروح لربنا ويقول له اغفر لي، ولا هيروح للكاهن ويقول له حللني، ولا هيروح للي أخطأ إليه ويقول له سامحني. إذن بداية الاعتراف بالخطية تأتي داخل القلب من جوه، يشعر الإنسان أنه أخطأ في الداخل. لكن للأسف الشديد أن كثير من الناس إذا أخطأوا لا يعترفون بأنهم أخطأوا، ويقعون في خطية أخرى اسمها تبرير الذات. تبرير الذات يعني يبرر نفسه، يقول أنا مغلطش.
ده اللي يقول أنا غلط سهل إنه ينصلح، لكن اللي يقول ما غلطش معناها هيثبت في خطأه ويستمر فيه. تبرير الذات ده بيسمى في الكتاب أيضا بالبر الذاتي. البر الذاتي يعني يشعر الإنسان في ذاته إنه بار، أو كما قيل في سفر أيوب بار في عيني نفسه. صعب جدا إن الإنسان يكون بارا في عيني نفسه أو يكون حكيما في عيني نفسه، يعني يعتقد في نفسه إنه بار أو يعتقد في نفسه أنه حكيم. كلنا بنغلط، ومفروض أن الإنسان يعترف بينه وبين نفسه أنه بيغلط. وإحنا بنقول في الصلاة على الموتى بنقول لربنا يعني ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. فينبغي علينا أن نحترس من تبرير الذات، من تبرير أنفسنا لأنفسنا، ونشوف إيه أسباب تبرير الذات. ليه الإنسان بيبرر ذاته؟ أول سبب في تبرير الذات اختلال أو اختلاف الموازين الروحية. موازين روحية مختلة، زي تلميذ يغشش زميله ويقول أنا ما غلطتش ده أنا ساعدت زميلي، لأن الموازين الروحية بتاعته ما بتقولوش إن مثل هذا الغش يتعب ضميره. أو زي طبيب يجي له واحد عايز ياخد أجازة مرضية فيدي له شهادة بإنه جاله مغص كلوي ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتيجي وتروح، ويفتكر إنه عمل خير، ما بيعترفش بانه غلطان لانه شاعر بانه ساعد واحد. او طبيب مثلا يجهض فتاه حملت بالخطيه ويقول انا بنقذ سمعتي، وما يعترفش انها خطيه، شاعر بانه عمل خير، شاعر بانه ايه عمل خير. فاختلال الموازين الروحية بتخلي الإنسان يشعر بأنه ما أخطأش، وبالتالي مش هيعترف بأنه غلط، وبالتالي مش هيتوب عن هذه الخطية لأنه مش معترف أنها خطية. أو إنسان من أجل المكسب الحرام يغش في الميزان أو يغش في الصنف ويفتكر إنها شطارة. أو إنسان من أجل إنه يوفر فلوس يخدع بتوع الجمارك أو بتوع الضرائب، أو يقدم تقارير مش سليمة ويفتكر إنها شطارة. إنها إيه؟ شطارة. وأمثال هؤلاء الأشخاص كلهم بيبرروا أنفسهم، ما يقولوش إن إحنا غلطانين، لأنهم مش شاعرين إن في غلط وما بيعترفوش بخطاياهم. إذن ينبغي للإنسان لكي يعترف بخطاياه ولكي لا يبرر نفسه إن تكون موازينه الروحية ومبادئه الروحية
مبادئ سليمة، مبادئ سليمة. السيد المسيح مرة قال في يوحنا 16: هل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله؟ يفتكر أن ده عمل ديني، صح؟ ليه؟ لأن موازينه الروحية بالشكل ده. شاول الترسوسي كان اضطهاده للكنيسة المسيحية حاجة بالنسبة له تجيب له بر ذاتي، مش تجيب له شعور بالخطية، بيشعر انه بيعمل عمل بار، مع انه كان زي ما قال عن نفسه، قال كنت مفتريا ومضطهدا للكنيسة. فيبقى لكي لا يبرر الانسان ذاته لازم تكون موازينه الروحية مظبوطة. تاني حاجة، ما يكونش مهتم بذاته كشيء أساسي. تاني حاجة إن الإنسان ما يكونش مهتم بذاته في الشيء الأساسي. صدقوني، مع زوال عبادة الأصنام لا تزال الذات هي أكبر صنم يستمر بقاؤه على الأرض ويتعبد له الإنسان، يتعبد لذاته. ذاته كيف تكون ومتى تكون وكيف تكبر وكيف ترتفع وكيف تكون جميلة من كل نوع وبارة وحكيمة، هي الذات. ياما الذات بتجيب أخطاء، هي بقية من بقايا عبادة الأصنام. من ضمن أسباب تبرير الذات الدفاع عن النفس باستمرار. واحد عايز يدافع عن نفسه ولو بأسلوب المأوحى، ولو بأسلوب المأوحى، انت غلطت في كذا، لا ما غلطتش في حاجة، وهات تبريرات وهات أسباب. الدفاع عن النفس بيخلي الإنسان يبرر ذاته، وطبعا الدفاع عن النفس وتبرير الذات ضد التواضع، لأن الإنسان المتواضع يعترف أنه غلط. فيبقى من أسباب تبرير الذات قلة التواضع عن الإنسان، أنه عايز ذاته تبدو جميلة في نظر الناس. وأيضا مجاملة الذات. يعني ايه مجاملة الذات؟ يعني ربما أحكامك على الغير غير أحكامك على نفسك. جايز فأحكامك على الغير تقول ده غلطان وده غلطان وده ما يصحش وده ما يصحش، لكن لما تيجي تحكم على نفسك تلاقي أسلوب آخر، تبريرات وأعذار الآخر، دي بتجيب تبرير الذات. أو إنك أنت تنسب الخطية لغيرك، تقول لا مش أنا، السبب هو كذا، أو تنسب الخطية كل خطية للشيطان، وجايز تكون هي شهوة قلبك اللي جعلتك تسقط، وأنت تقول للشيطان، والشيطان يكون بريء في هذه المناسبة من خطيتك. مرة واحد عمل خطية بأسلوب عجيب جدا محدش يفكر فيه وانظبط، فأبوه الروحي قال له إزاي تعمل دي؟ قال له يا أبي الشيطان هو اللي أغراني. فالشيطان قال للأب، قال له صدقني أنا ما أعرف الحكاية دي، ده هو اللي بيعلمهاني. هو فكركم الشيطان في كل، اوعى بتكونوا تسقفوا للشياطين. ساعات الشيطان يكون مش هو السبب، هو كل خطيه سببها الشيطان،
دايس خطية سببها النفس من الداخل مش مظبوطة، نقاوة القلب مش مظبوطة، نقاوة العقل مش مظبوطة، والشيطان بيتفرج ويشوفك بتعمل ايه، وجايز ياخد خبرات من الانسان الخاطئ يعلمها لغيره. او واحد يقول اصل الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن وحش، ويرد عليه الشاعر الذي يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. هو بس السبب ان الزمن اللي عايشين فيه وحش؟ ده الانسان البار مهما كانت الاوساط المحيطه ما يغلطش. دي فكرتنا بابينا ادم، ابينا ابراهيم، لما ادم اخطا وربنا قال له كلت من الشجره اللي قلت لك ما تاكلش منها، قال له المراه هي اللي اعطتني. طب وانت مش راجل يعني تخضع للمراه كده على طول؟ ومن ساعتها امنا حواء تقول وانا اعرف اسيطر على الراجل زي ما سيطرت على جدهم الكبير ادم اسيطر برضه. انت المراه قالت لك وانت لك السلطان عليها، الرجل راس المراه، فليه تسمع؟ لكن تبرير الذات، تبرير قديم من ايام ابونا ادم. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.